السلام عليكم، معكم وداد بنت بازيزي. جيت غير باش نشوف بابا لحقاش عمالين عليه الزياره، وجبت لي غير هذيك الحاجات اللي خاصينه، وشفت الحاله الصحيه ديالو صافا الحمد لله. يعني انا كان كيحسب لي دار غير المعده صراحه، كان كيرد ما عرفتش مالو. ملي جبناه دينا الكلينيك الاول، درنا لي سكانر، لقينا الريه ديالو مطاشيه ب 75%، و من الكلينيك صيفطونا لهنايا المستشفى مولاي يوسف. ملي جبنا هنايا استقبلوا واحد الاستقبال، يعني ما كنتش انا كنتصوروا، يعني شو بلاص داروا لي الاسعافات الاوليه، شافوا شنو عنده. ملي لقاو الريه عنده مطاشيه، يعني خداو شدوا عندهم وداروا لي تحاليل وكل شيء. يعني واحد المقابله يعني زوينه بزاف. كانت الحاله الصحيه ديالو نورمال، كانت في غير لا غريب. انا كان كي يعني ما عمرني كنت كنتظر غتكون كورونا عندنا. مي ملي جيت لهنايا قال لي راه داز في كورونا ديجا، وبها باش طاشات لي الريه ديالو. لا كانت جاتو اف سي جلطه دماغيه، مي الحمد لله ولا بخير على خير ترونكيل. حتى لواحد النهار اللي شداتو لا غريب عادي بحالو بحال كاع الناس. حنايا كنا كنقولوا غير لا غريب، يعني ما رديناش البال كاع، ما قلناش حنا غتكون كورونا. ملي جينا قالوا لنا راه داز في كورونا وخلات لي طاش في الريه. صافا الحمد لله ولا شويه، غير هو ما غاديش يقدر يخرج من لا كلينيك حيت باقي عنده المونك ديال الاكسجين. صافي مي التريتمون ديال الدواء وكل شيء كيديروا ليه هنايا، حتى ديال لا في سي ديالو كيديروا ليه هنايا. يعني الحمد لله دويت معاه، كيقول لي انا بخير على خير، شفتو كاع يعني دوينا، كيقول لي انا بخير على خير. وكيشكر بزاف الطاقم الطبي ديال مولاي يوسف لحقاش وقفوا معاه بزاف. يعني اي حاجه خاصه كيوجدوها ليه، اي حاجه ضراتو كيقولها لهم سوغ بلاص. يعني الحمد لله كون كان شي بلاصه اخرى ما غاديش يتعالج يعني مزيان. بيان سور خايف عليه، راه حتى شي واحد ما كيروح والدي اول حاجه، و راه خايفه عليه اكثر من راسي. يعني راه الاب ديالي هذاك هو اللي بقى عندي في الدنيا، راه سلام الخاف عليه. بابا كنبغيك بزاف بزاف، والله يشافيك لينا ورجعك لينا للدار، ويشافي جميع المسلمين يا رب. لحد الساعة ما محتاج حتى شي عملية، كل شيء بخير وعلى خير. وحاجة واحدة اللي نقول، كون كما كان سيدنا راه ما غاديش يكون هذا الشيء كامل. وكنشكره بزاف بزاف، كنشكر سيدنا من هذا المنبر بزاف، وكنشكر الطاقم الطبي والناس كاملين اللي وقفوا معانا واللي كيسولوا فيه. كنشكر المغاربه كاملين اللي شافوا التصويره ديال بابا وتعاطفوا معاه، وكان قال لي ميساج بزاف بزاف، وحتى لي زابيل. و الله يشافيه ويشافي جميع المسلمين يا ربي. وكنشكر كاع الناس اللي سولوا فيه، وان شاء الله مازال غادي يرجع ويوقف على رجلاته. لحقاش انا الحاجه واحده اللي نقول، كورونا اللي كيحس براسو ماشي هو هذاك ضروري يمشي يدير التيست ويشوف راسو قبل ما يتولي فيه شي حاجه اخرى. كورونا ملي كانت جاتو غير على شكل غريب، يعني ما عنده حتى شي عوارض ديالها. ملي مشات منه ولات كدير العوارض ديالها، بابات خلات لي طاش في لي بومو الريه. مي الحمد لله دابا شويه احسن من الاول. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.